وهي المنطقة التالتة اللي جديدة رجعت يا شباب، فبدي 100 واحد اللي بيكونوا بالسيرفر ينزلوا بمنطقة التالتة لنشوف التعريق تبعكم اللي كل الناس عم تسأل عن منطقة التالتة، نزلت باسم السيلتي تاورز، وان شاء الله رح لكم كل تغييرات صارت معنا بالسيزون 5 وشكل الماب وبعض التسريبات طبعا وحزمة ال5 دولار وهم سكين بنت الطيارة اللي قادم معنا بالكريسماس والاضافات وبعض الاشياء اللي تم حذفها، وكود دعم بالاتم شوب نيموتس على الازار امامكم يا شباب، بتمنى تدعموني فيه انتوا عم تشتروا الباتل باس، طبعا بدي اياكم بس تدخلوا على الايتم شوب تحطوا كود دعم متسع لزار امامكم وبعد منها تطلعوا تشتروا البطل باس، وهيك بتشكركم جدا، واذا مو مشترك اشترك بالقناه فعل زر الجرس لاني بدي اعمل جيف اوي ان شاء الله على سحب تحديات الاسبوع الاول او شرح تحديات الاسبوع الاول، رح اعمل فيه جيف اوي على بطل باس لاربع اشخاص ان شاء الله، ففعل زر الجرس ليوصلك كل جديد، واللايك ورايك تحت بالتعليقات بيهمني جدا، ويلا مع بعض، فعلا والله بسكان الطاوله الارضيه وفيديو جديد. طبعا مثل بداية كل تسريبات بتكون معنا لأي تحديث أو لأي سيزن وبقلكن على أحجام التحديثات، بالنسبة للأحجام يا شباب بالنسبة للبي سي الحجم رح يكون 12 جيجا، وللبلايستيشن 4 و 5 رح يكون 5 جيجا، وللإكس بوكس رح يكون 11 جيجا، هي بالنسبة للأحجام يا شباب، أنا شايف إنه الأحجام بالنسبة لسيزون جديد مو كتير عالية وممتازة جدا بالنسبة لسيزون جديد، لأن السيزون رح يكون فيه تغييرات كتير فمشان هيك الحجم بيكون شوي عالي، أنا شايفه بالنسبة لي إنه الحجم ممتاز جدا بالنسبة لهيك تحديث سيزون ضخم. بالنسبة للتغييرات اللي صارت معنا يا شباب للخريطة، هاي الخريطة يا شباب مثل مظاهر امامكم، المناطق كلها تتغيرت تقريبا بوسط الماب، طبعا في منطقة سيلتي وفي منطقة كلوسا لي تقريبا اللي هي عبارة عن قلعة وعبارة عن سيلتي تاورز، هدول منطقتين اكتر منطقتين بالصحراء لفتوا انتباه الناس، وهمها طبعا سيلتي تاورز اللي هي مدموجة بين سيلتي سبرينج وبين تلتي تاورز القديمة تبع الشابتر الاول. طبعا مثل مظهر امامكم بالصوره من داخل اللعبه هيك رح يكون شكل المنطقه الجديده تبع سيلتي تاورز مثل مظهر امامكم، رح يكون معنا البرج الابيض والبرجين اللي جنبه وبيكونوا مواجههم شجره وبيكونوا مواجههم مبنيين مثل تبع تلتت القديمه بالضبط، وفي عندكم بقى منطقه سيلتي انه مدموجه معها، في عندكم البرج طبعا موجود بجنب المباني تبع تلتت القديمه، وفي الكازيه او البنزيما مثل ما بتسموها، ومبنيين ثلاثه من منطقه سيلتي، الصراحه المنطقه خرافيه جدا، وهي المنطقه رح تكون هي افضل منطقه بالنسبه لنا هذا السيزون، وكل الناس رح تكون هنيك، انا الصراحه إلي دائما رح تلاقوني هنيك ان شاء الله، المنطقه خرافيه جدا، هي بالنسبه لمعظم التغييرات اللي صارت معنا بالماب، وطبعا في معنا مناطق جديده مثل مظاهر امامكم عم احط لكم عليها اسهم، هدول المناطق الجديده طبعا انتم لازم تكتشفوها، انا ما هحكي زياده غير شويه تغييرات حلوه صارت معنا، وطبعا رح اترك لكم الباقي انتم تستكشفوه، طيب شو صار معنا هلا تغييرات؟ التغييرات هدول هن سكنات الباتل باس كلياتهم، مثل مظاهر امامكم هدول هن السكنات تقريبا شي 6 أو 7 سكنات مثل ما تعودنا بكل سيزون، وفي لهم طبعا ستايلات رح يكون يا شباب، الستايلات مثل مظهر امامكم هي جميع الستايلات، رح يكون في للسكن هذا اللي هو بتير واحد اللي هو على شكل مثل تبع ستار وورز او لابس درع، رح يكون له بعض التغييرات اللي هي موجوده عند الايد وعند الكتف وعند الصدر وعند الخوذه تبع الراس، رح يكون معه بعض التغييرات، وكل سكن رح يكون له 3 ستايلات، ستايل ازرق وستايل اصفر وستايل زهري او ستايل بينك يعني مثل ما بسموه، هدول الستايلات رح تحصلهم عن طريق التلفيل مثل ما تعودنا بالسيزون 4 رح يكون في تلفيل انك انت تلفل وتفتح ستايلات، هذا الشيء اكيد وهذا الشيء موجود معنا، وهي الصوره عن جميع اضافات الستايلات اللي صارت معنا. وخلينا هلا مع بعض ننتقل لحزمه ال5 دولار، حزمه ال5 دولار يا شباب مثل مظاهره امامكم هي هي، الحزمه الصراحه حلوه كثير رح يجي مع باك بلينج على شكل كريستاله تقريبا، ويجي مع سكين ابيض وبكاكس ابيض، الحزمه حلوه جدا رح تكون بنفس السعر يلي هي السعر 4.5 دولار او 5 دولار ما بعرف حسب الايتم شوب عندك يعني، مثل سعر الحزمه الماضيه بالضبط، الحزمه كثير حلوه، الحزمه خرافيه جدا وانا بنصحكم تشتروها لانه يعني رح يكون شكلها حلو بالجيم بلاي بشكل عام احسن من السكين اللي هو بيجي تبع شاب ضخم، هذا سكن بيجي حلو مثلا للتعريق او كسكن بشكل كامل، فهي بالنسبه للحزمه وللستايلات الخاصه بسكنات الباتل باس، هلا مع بعض خلينا ننتقل بالنسبه للسكنات الجديده اللي تم تسريبها، طبعا السكنات الجديده تم تسريبها ما في سكنات جديده تم تسريبها زياده، ولكن شركه ايبك جيمز نزلت بهالتحديث سكنات هذا السيزون فقط لا غير، يعني ما ركزت اكثر على سكنات الايتم شوب، ما في سكنات جديده نازله معنا على الايتم شوب، اكثر سكنين جداد اللي احنا شفناهم موجودين ملفات اللعبه، السكنين هدول اللي ظاهرين امامكم. سكن بنت الطيارة تبع الكريسماس والسكن الثاني تبع السمكة كمان تبع الكريسماس، طبعا هي ايده اللي بسمكة طبعا هي باك بلينج رح تكون حلوة جدا، وسكن بنت الطيارة هذا كان اقتراح من اللاعبين اللي هن المصممين خارجيين مو من داخل اللعبة، وطبعا في شركة فورتنايت شافت هذا التصميم على تويتر وقبلت بهذا التصميم فعلا ونزلته معنا على الايتم شوب، ان شاء الله رح يكون بالكريسماس يعني.
مثل مواضح امامكم هذا هو شكل سكين بنت الطيارة، وتم تأكيده 100% من داخل ملفات اللعبة. يعني خلاص هذا الشيء مو عبارة عن تخيل او شيء، خلاص هذا السكين موجود معنا داخل ملفات اللعبة بشكل اكيد. وخلينا نحكي لكم عن شغلة جديدة قادمة معنا بالسيزون 5، في شيء قادم معنا باسم المهمات المخفية او الهدايا المخفية. مثل مظهر امامكم اللي هي بعد قائمة الباتل باس بتلاقي قائمة عليها علامات استفهام، هي يا شباب مو تبع الستايلات، هي عبارة عن شغلات مخفية انت رح تعملها ورح تشتري مثلا الباتل باس ورح تاخذ منه هدايا مجانية. لانه مثل مظهر امامكم هم مكتوب بانر، يعني انت رح تربح بانر لما انت تخلص هذا الليفل او هذا الشيء من عبارة عن اشارة الاستفهام يعني. فهذا القائمة عبارة عن شيء جديد رح يكون معنا انك انت رح تعمل له تحديات او تلفل مشانه ويعطوك هدايا مجانية. هي هدايا من شركة فورتنايت موجودة معنا بالسيزون 5، ورح تكون اضافة جديدة واضافة خرافية جدا بالنسبة لهذا الشيء اللي معنا. فالموضوع موضوع كلياته يا شباب مسألة وقت انه نحن نشوف ونلعب ونشوف اللعبة ونكتشفها مع بعض لحتى نشوف شو الاضافات الجديدة اللي صارت معنا. يعني انا اللي بحكي لكم يا معظم الاشياء بتكون شوية اضافات من داخل ملفات اللعبة وبعض التسريبات لسكنات وهيك وهالقصص هي. فهذا اللي بنقدر نحكي عليه نحن، وانا طبعا مستقصد احكي هذا الشيء مشان انت كمان تكتشف اللعبة مع حالك وتشوف الشغلات الجديدة، ما احرق عليك كل شيء. وبالنسبة لهي الصورة المصغرة اللي ظاهرة امامكم يا شباب، في شيء غريب نزل فيها انه هي رح تكون بتشبه مايدس بالضبط، ولكن وين رح تكون؟ بالاتم شوب، رح تكون بالباتل باس، رح تكون وين؟ ما حدا بيعرف وين موجودة. ولكن نزلت معنا هي الصورة داخل ملفات اللعبة اللي هي عبارة عن زوجة مايدس تقريبا بيقولوا عليها، يعني مثل تبع الايس كينج نزلت الزوجة تبعه بالاتم شوب، ومثل السكنات الثانية تبعات التيرات والليفلات المية كانت موجودة معنا بالشابتر القديم، وحاليا بينزل لها سكن ثاني بيشبهه جدا ولكن على شكل بنت. هي نزلت معنا داخل ملفات اللعبة الصورة، فهل ممكن نشوف سكن تبع مايدس بالايتم شوب تبع البنت ولا لا؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. وخلينا نحكي على اخر خبرين معنا اللي هن عبارة عن الستايلات او شكل الستايلات رح يكون معنا من داخل اللعبة. مثل مظهر امامك هذا هو اللي هو رح يكون باللون الابيض اللي ظاهر امامك او الثلجي مثل ما بيقولوا عليه، هذا هو شكل السكنات رح يكون. الصراحة شكل السكنات خرافي جدا بالستايلات الثانية. وفي معلومة صغيرة انه انا بدي لكم كمان على بعض الاشياء اللي لازم انت تعملها لحتى تقدر تلفل بسرعة. طبعا كل عليك انك انت تساوي تحديات الاكس بي وتلمل الاكس بي على الخريطة، وانا طبعا كل اسبوع بنزل اماكن الاكس بي، فانت روح لملمهم من الاول وخلص التحديات وشوفهم عندي بالقناة اذا بدك مشان تخلص الليفل وتلفل بسرعة. طبعا هذا هو شكل الرقصات اللي حيكون معنا داخل ملفات اللعبة، ورح اترككم طبعا مع شكل الرقصات واترككم مع شكل الستايلات وبس. هذا هو مقطعنا اليوم وكل التسريبات اللي صارت معنا. اتمنى تدعمون كود الايتم شوب لموسع الازار امامكم لما تشتروا البطل باس، وبرعاية الله.